بعد العقد في صنف الأربكوين في الزراعة السوبر دينستي أو عالي الكثافة، مزروع على متر ونص أو 160 بالظبط أو 175 في 4 متر. دول خطين ملقحين مزروعين عمر 3 شهور، إنما دي شجرة عمرها سنة. وهذا نسبة العقد أهو، نسبة العقد أهو في الأربكوين، مما يثبت إن شجرة الأربكوين خاصة في الزراعات السوبر دينستي أو عالي الكثافة قدرت تخطي أو تعدي من التأثر السلبي للتغيرات المناخية على أشجار الزيتون. مش بنتكلم في شجرة ومركزين على شجرة، أنا ماشي أهو بصف كامل عشوائي أهو أهو، رغم إن كان في عمل تنفيذ للأشجار، لأن المهندسين الله يكرمهم نسوا كمان يرشوا رشة قطري كانت مقدرة عندهم في جدول أو في تقرير الزيارة. شايفين العقد عامل إزاي؟ دي في سنة كان فيها التغيرات المناخية حادة جدا، وتعرضت كل أصناف الزيتون بما فيها الكراتينة لإجهاد عالي جدا وحط من كل الأزهار بتاعته.